بدي فوت على تفضل تفضل هيدا مستاجك لطشة سريعة وذكية إذا سمعتيها غلط فيها تكون خطيرة كمان حسب نيتك الحمد لله ما عندنا نيتك حسب سمعك الحمد لله ما عندنا نيتك أنا بدي أروح على غير محل يعني لوين بدك تروح؟ ألو تترك الفيوتشر يعني ألو توني على أوتيلي كل زعيم كان في وراء امرأة كان ممكن تغير المجتمعات يعني لحظة زقى فينا أنت زقى فينا شباب كوميدي نايت بيتحدوا ريما خربتي لي بيتي والله كوعت عن السؤال يعني بدون زعل كوميدي نايت ثلاثة بعد الأخبار على المستقبل هل أنت سكسي؟ سؤال ساخن إذا أحضرنا رقص التعري على طاولة الحوار هل ينتعش؟ في خطاب سكسي يعني زياد؟ أكيد طبعاً أكيد مين خطابه سكسي؟ سؤال محرج ليش مرونة بتطلع فيه هيك؟ الأنوسة كلها بشوفها بأصابع إجرية للمرة ما بش... أول شيء وقت واحد بيطلع فيك باحترام مع إعجابه إليك كتير أحلى من أنه يطلع فيك بشهوانية أو بغريزته دخيلك يا ريما عبقنا بعدك مذكر السؤال؟ ايه ما بحبش أنا نشيته شو كان؟ بدون زعل مع ريما كركي 3-9 المساء على المستقبل ابتداء من 6 سبتمبر انه معقولة انه مكياجها شو شيعي؟ انه معقولة مثلا تيابها شو ستيلة سني؟ ماروني بس وطني؟ انه بسمعي حكيت بيعملك شوك يعني بارا 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 خلدون الشريف المبدأ الأساسي انه انت مينك لتقيم الناس؟ مينك انت؟ شدى عمر يعني هني كمان عنصريين؟ رجال الدين؟ ايه أكيد عنصريين أهم شيء قبول الآخر عصام الأشقر لما بكون ممثل ما بياخد سعر أنا مش للبيع مني سلعة أعلم ميرفا القاضي نحن إذا عم نحكي عن الكذب أو الكذب البيضة اللي هي أنا أكيد لبناني اللي اخترعها ضيوف ريما كركي بدون زعل أنا خبرتك أنا وجاي أنا كنت خايف منك أنت من مين بتخافي؟ 3-8:30 المساء على المستقبل ريما بلشت الحلقة باعتراض مش أنا حلقة بطلع فيها بلكم وحلقة بطلع فيها بحجاب فليش فرضت علي هالشي وأنا حاسة جواتي أنه غير مقتنعة ما بترضى إلا بجواب واضح وصريح أنت بتحبي شخص لفترة معينة أو بتحبي للأبد هل الدين يحتضن المثليين؟ أنا بحتضنه كشخص مثلي مثله والمرأة شو بتعمل؟ يعني بدها تصبر وما بتتنازل عن موقفها غير الدين ما عم تعمل أدوارها كما يجب شو الحقوق اللي بالمرأة ما أخذتها بالإسلام؟ الموسينيور ليس أسمر الشيخ عباس الجوهري الشيخ أبو بكر الذهبي الأب أتاناسيوس شهوين ضيوف ريما كركي بدون زعل 3-8:30 المساء على المستقبل قولك الدنيا مع الشالحين؟ بحسك انه بتحققي عرفتي كيف؟ انه انا قاعد مربط هيك وليش بتعمل هيك؟ ليش بتعمل هيك؟ انت عندك مشكلة كمالك ما كنت بدي اطلع معك من زمان وجاي الاب فادي ثابت نحن في عندنا شيء اسمه عائلة بفرنسا مش موجودة العائلة بعمر 18 سنة بيو بقول له ضب اغراضك وفل يوسف حداد عشت كل حياتي هيك مخبي هذا السر عن كل الناس مجدي مشموشي انا بنتمي لبي الله يرحمه وبنتمي لارضي وبكره كل زعيم على الارض جيسي عبدو خاف من العتمة كثير ضيوف ريما كركي بدون زعل نحن انا عايشه بالليل طب لا تالتة بعد نشرة الاخبار المسائيه على المستقبل